بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله معنا ثلاث شهوات بساحة، ذكر وانتيتين، ذكر وانتيتين، ما شاء الله. اهو ودي حصلهم ما شاء الله، جد ذكر اوات وضمتها وانتيتين، هم واضحة ما شاء الله. النتشان دي بيضة بتشبع على فكرة، عمل الصلاة واتنينات. حام عينه بيضة ما شاء الله. منتيتين مول الدك دي حضان معتبر بإذن الله. المثال دي الدبانة دي اللي كانت بيضة بتشبع والتانية لسه محصلتش. انت واضح قدامكم خالص اهوت، اللي عايز يعمل حضانه